بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك فيه. في الحلقة الماضية استعرضنا بعضا من أسئلة السائل من الجزائر، وبقي له هذه الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ في سؤاله الأول: عندما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه شابا سأل عنه وقال له هل له حرفة أي عمل، فقيل له بأن عنده حرفة فترك، وعندما سأل هل له حرفة وعندما يقال له بأن هذا الشخص ليس له حرفة يسقط من عينيه. السؤال يقول: هل طلب العلم داخل في هذا القول مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، كان عمر رضي الله عنه يحرص أو يشجع الناس ويحثهم على طلب الرزق وينهاهم عن التكاسل والاتكالية، وأن يكون الإنسان عالة على الناس، وهذا هو ما جاء به ديننا، هذا هو ما جاء به ديننا من الحث على طلب الرزق الحلال والنهي عن الكسل، وأن يكون الإنسان عالة على الناس، فهذا أمر معلوم من الدين ومعلوم من فعل عمر رضي الله عنه. بل النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل والكسل، قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله يذهب إلى الجبل يأتي بالحزمة من الحطب يحللها ويبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس عطوه أو منعوه. والأحاديث في هذا كثيرة. وأما طلب العلم، هذا ليس من الحرف، هذا من العبادة. طلب العلم عبادة من أفضل العبادات، طلب العلم الشرعي عبادة من أفضل العبادات، لأنه ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولأن به يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه، ولأنه بذلك ينفع غير من المسلمين ونفعه متعدي. فطلب العلم عبادة، وهو أفضل أنواع العبادات تطوعية كما ذكر أهل العلم، وليس هو من الحرف إلا إن كان القصد تعلم المهن والحرف والصناعة، فهذا أمر مباح. تعلم الحرف والمهن والصناعة هذا من المباحات، بل هو قد يكون من المستحبات إذا قصد بذلك نفع نفسه ونفع المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل في سؤال له فضيلة الشيخ: في أي سن يجب على المرأة أن تلبس فيه الحجاب وبارك الله فيكم؟ تلبس الحجاب إذا بلغت بالحيض، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله ولا حائض بغير خمار. المراد بالحائض من بلغت سن الحيض، وكذلك إذا بلغت الإنبات حول القبل، إنبات الشعر الخشن حول القبل، وكذلك إذا بلغت 15 سنة، وهذا آخر العلامات للذكر والأنثى، إذا بلغ 15 سنة فقد بلغ سن الرشد. لأن ابن عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجده، عرض عليه في عام الخندق وهو سنة 3 من الهجرة فأجازه، يعني لما بلغ 15 سنة. نعم، أحسن الله إليكم. أم ياسين، استعرضنا بعض من أسئلتها في الحلقة الماضية من القصيم المملكة العربية السعودية. تقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها قليلا في دعاء القنوت وهي منفردة؟ وهل يجوز لها الدعاء بما شاءت من حوائج الدنيا بعد الفراغ من دعاء القنوت في الوتر؟ يجوز للمرأة أن ترفع صوتها في قراءة القرآن في الصلاة وبالدعاء إذا لم يكن عندها أو يسمعها من يفتتن بصوتها، ترفع صوتها بقراءة القرآن في صلاة الليل صلاة الجهرية. وأما الدعاء فلا حاجة إلى رفع الصوت، تدعو سرا بينها هو
وبين نفسها، هذا هو المشروع. الدعاء بالنسبة للرجل والمرأة، كل منهم يدعو في ركوعه وسجوده سرا بحيث يسمع نفسه ألا يرفع صوته به. وأما أنها تسأل من أمور الدنيا فلا مانع من ذلك، تسأل الله الرزق الحلال، تسأل الله أن ييسر لها ما يغنيها ويدفع حاجتها، لا بأس أن تسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لها سؤال أخير، تقول امرأة ملتزمة بتعاليم الشرع الإسلامي ولم تكن تأتيها الوساوس في الدين، والآن بعد أن زادت في التزامها وتدينها أصبحت هذه الوساوس تطاردها في كل وقت وفي كل حين، وأحيانا تكون والعياذ بالله في سب الله عز وجل أو القرآن وأثناء الصلاة، ولكنها كلما شعرت بالوساوس تكثر من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، وما زالت هذه الوساوس تطاردها حتى بأنها بدأت تشعر بالخوف من هذه الوساوس، خصوصا إذا كانت في شأن الله عز وجل، وتبدأ بالشك في أنها هي من يصدر منها هذا الكلام في سب الدين وغيره. فأرجو من فضيلة الشيخ تقول أن يجد لي حلا ولهذه المرأة كي تتخلص من هذه الوساوس التي بدأت تلهب الإطمئنان في هذه العبادة، وهل من الممكن أن هذا الخوف يزيد من وساوس الشيطان؟ الوساوس من الشيطان يريد أن يضر بها المؤمن ويشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن شرع الله لنا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، خصوصا في الصلاة وعند الغضب، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وعند تلاوة القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مع حضور القلب تطرد الشيطان، وهي حصن من الشيطان. كذلك الذكر، الإكثار من الذكر، ذكر الله عز وجل، الذكر حصن يهوي إليه المسلم من عدوه الشيطان. وكذلك مما يعالج به الوسواس أن الإنسان لا يعبأ به ولا يتأثر به، بل يرفضه رفضا تاما، ولا يتكلم به ولا يهتم به، فإذا لم يهتم به ولم يلتفت إليه فإنه يزول بإذن الله. والوسواس لا يضر ما لم يتكلم الإنسان به، إذا حدث في نفسه شيء من الوساوس ولم يتكلم بها فإنه لا يضره. قد شكى ناس من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدون من الوسواس، وأنهم يكرهون ذلك كراهية شديدة، وأن أحدهم لو يتردى من شاهق أهون عليه من هذا الوسواس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن هذا لا يضرهم، وهذا محض الإيمان. إذا كره الإنسان هذه الأمور وهذه الهواجس فهذا يدل على إيمانه، وإذا لم يتكلم بها فإنها لا تضره. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تحدث. نعم. شيخ صالح، هناك الحقيقة الوسواس القهري، أخذ العلاج من المختصين وعرض الإنسان نفسه على الأطباء المختصين بهذا، هل في ذلك بأس شيخ؟ نعم، قد يكون الوسواس لمرض عصبي، مرض نفسي، فهذا له علاج عند الأطباء، ولا مانع من الذهاب إليهم وأن يلتمسوا له علاجا مما أباح الله، فإن الله سبحانه ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه سهله من جهل. هذا إذا كانت الوساوس نتيجة مرض عصبي، أما إذا كانت الوساوس نتيجة تسويل الشيطان أو تسلط الشيطان فهذه العلاج وهذه ذكر الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خير الشيخ. هذا السائل فاعيني مصري ومقيم بالدمام، يقول: قمت بأداء فريضة الحج منذ 4 سنوات متمتع بالعمرة إلى الحج، ولكنني تركت طواف الإفاضة، فما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ وهل يمكن أن أقوم بالطواف الآن عند أداء الحج عن والدتي؟ عليك بالمبادرة هي الذهاب إلى مكة والإتيان بطواف الإفاضة، لأنه باق في ذمتك، ولا يتم حجك إلا به، لأنه ركن من أركان الحج. عليك أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى، لأن المتمتع عليه طواف وسعي لحجه، وعليه طواف وسعي لعمرته، فعليك أن تطوف وتسعى. وإن كان حصل منك جماع في هذه الفترة فإنه يجب عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، ولا بد أن تكون الفدية مما يجزي في الأضاحي، سليمة من العيوب وبالغة
لسن العدة، 6 أشهر للضان وسنة للمعز، أو 5 سنين للإبل وسنتان للبقر. الواجب عليك إذا كان حصل من جماع فدية، إما شاة وإما سبع بدنه أو سبع بقرة تتصدق به على فقراء الحرم. وإذا لم يحصل من جماع في هذه الفترة فيكفي أنك تتلب وتطوف للإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة في الحج. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ أيضا، هل يجوز الحج عن والدتي وهي موجودة في مصر ولكنها لا تستطيع المشي ولا تستطيع أن تتحمل مشقة الحج، هل يجوز أن أحج عنها؟ إذا كانت كبيرة هرمة ولا تستطيع السفر ولا الركوب، لا تستطيع الركوب لكبرها أو زمانة المرض، مرض مزمن لا يستطيع معه الركوب إلى الحج، سفر إلى الحج، وأنت قد حججت عن نفسك أولا، فلا بأس أن توكلك والدتك وأن تحج عنها بالنيابة. نعم، أحسن الله إليكم. رسالة وصلت من أخوكم أبو عوف، يقول أريد من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يبين لنا حق الرجل على زوجته وعياله، فإنني أرى أن البعض من الناس نسي هذا الأمر وجهل هذا الأمر البسيط عندنا والعظيم عند الله تعالى، وجهونا في ذلك. نعم، الرجل له حق على زوجته العشرة بالمعروف، أن تطيعه في غير معصية الله، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تدخل بيته أحدا يكرهه إلا بإذنه، وإذا طلبها للفراش تبادر ولا تمتنع منه، وأن تقوم حوائج البيت كما أنه هو يقوم بطلب الرزق خارج البيت، يحصل التعاون بين الزوجين، ولا تصوم نفلا إلا بإذنه، ولا تسافر لغير فريضة الحج إلا بإذنه، هذه من حقوقه عليها. وأما حق الوالد على أولاده فهو حق عظيم، أمر الله جل وعلا ببر الوالدين ولسانه إليهما، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. حق الوالد على والديه على أولاده حق عظيم، وعدم أداء هذا الحق يعتبر عقوقا، والعقوق من كبائر الذنوب والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. السائل سين عين يقول في يوم من الأيام كنت غضبان وصار بيني وبين زوجتي خلاف وأنا غضبان، فخرج مني هذا القول: أنت حرام علي كظهر أمي، وزوجتي هذه لا تدرك ما أقول وأنا غضبان، فقد خرج من لساني وأنا أخاف الله، ماذا أفعل؟ هل علي كفارة؟ نعم، إذا قلت أنت علي حرام كظهر أمي فهذا ظهار، تجب به كفارة الظهار التي ذكرها الله بقوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كفارة الظهار على الترتيب: أولا عتق رقبة، فإذا لم يجدها أو لم يجد ثمنها فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار 1.5 كيلو لكل مسكين. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل من برنامج سائل مجموعة من الأسئلة، طالب علم يقول من قطر: أسأل فضيلة الشيخ أولا، إذا كان الشخص في الصحراء هل يقيم ويؤذن إذا كان يصلي الصلوات المكتوبة منفردا؟ نعم، يشرع له أن يؤذن ويقيم ولو كان منفردا، لما في ذلك من الأجر والثواب، فإنه لا يسمعه شيء مما حوله إلا يستغفر له. نعم، يقول هذا السائل من قطر أيضا فضيلة الشيخ: إذا شتم الرجل رجلا آخر والمشتوم ساكت يعني لا يجيبه بالشتم، ماذا يترتب عليه من الثواب؟ نعم، إذا لم يرد عليه وكظم غيظه فإن هذا فيه فضل عظيم، الله جل وعلا يقول: والعافين عن الناس، ويقول: وجزاء سيئات سيئات مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإذا لم يرد عليه فإن له الأجر في ذلك، وإن رد عليه فهذا قصاص وهو مباح له. نعم، يقول سائل: إذا صار الشعر أبيض من المرض أو باستعمال الماء، وهذا الشاب صغير ولكنه من أجل المرض
غدا شعره أبيض، هل له أن يصبغ هذا الشعر صبغة سوداء أو لا يجوز؟ لا يصبغه بالسواد الخالص، وله أن يصبغه بالحنة أو بالسواد غير الخالص كالكتم والسواد الذي ليس خالصا، السواد الذي يضرب إلى الحمرة لا بأس بذلك، أما السواد الخالص فلا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل من اليمن له مجموعة من الأسئلة، يسأل في السؤال الأول عن بعض الطلاب الذين يمرون على المقبرة ويدوسونها بأرجلهم علما بأن هذا الطريق هي الأقرب لهم، ما رأي فضيلة الشيخ في ذلك؟ مأجورين. يجب احترام المقابر وصيانتها، تحرم إهانتها، فيجب على ولاة الأمور أو نوابهم في البلد والمسؤولون عن البلديات أو الأوقاف، يجب عليهم أن يشوروا هذه المقابر بسور يحفظها من الامتهان والتطرق. لا يجوز التطرق على القبور والمشي على القبور والوطأ عليها وقضاء الحاجة عليها أو إلقاء القاذورات عليها، لأن لها حرمة، وحرمة المسلم ميتا كحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، لا يجوز امتهان القبور وأذية الموتى بهذه الأمور. نعم. يقول سائل فضيلة الشيخ: من الدعاء الوارد في السلام على الموتى في المقابر؟ الدعاء الوارد لم يحدد، يطلب لهم المغفرة والرحمة والعفو، يستغفر لهم، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه إذا مر بالقبور يقول: السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله للمستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل في سؤاله يقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ في رجل يصلي جميع الصلوات في الجماعة عدا صلاة الفجر، ومع ذلك يسمع الأذان والإقامة ويجلس في فراشه حتى يصبح الصبح، ماذا عليه؟ مأجورين. يحرم عليه ذلك، لأن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال الذين يسمعون النداء ولم يمنعهم مانع من الحضور. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لي. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: يا رسول، قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فلا يجوز للإنسان أن يتكاسل عن صلاة الجماعة في جميع الفروض، وكونه يصلي الفروض في جماعة إلا صلاة الفجر هذا غلط عظيم وخطأ كبير، وهذا هذه صفة المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة يقول فضيلة الشيخ: أسأل عن حكم الدعاء بعد الصلاة علما بأن الإمام يدعو ومن خلفه يؤمنون على دعائه. أما أنهم يدعون دعاء جماعيا، لأن الإمام يدعو ثم يتابعونه ويقولون مثل ما يقول، أو أنه يدعو ثم يؤمنون على دعائه، فهذا بدعة وهذا لا يجوز. أما أن كل واحد يدعو لنفسه منفردا فهذا مشروع ومستحب أنه يدعو بعد الفريضة، لكن ما لا يكون بدعاء جماعي. نعم. يقول السائل أيضا من أسئلة فضيلة الشيخ: إذا ترك الإنسان سنة من سنن الوضوء هل يكون الوضوء صحيحا؟ نعم، إذا السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تارك. إذا ترك سنة من سنن الوضوء مثل غسل الوجه ثلاثا واليدين ثلاثا، تفريث في غسل الأعضاء، هذا سنة، مثل التيامن أنه يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، هذا السنة. ولو ترك السنة هذه فإن وضوءه صحيح. الواجب والفرض غسلة واحدة، ما زاد عليها فهو سنة مستحب. نعم. يقول السائل: يا شيخ، إذا دخل المصلي والإمام قريبا من الركوع فهل يقرأ أولا دعاء الاستفتاح أم يقرأ سورة الفاتحة أم ماذا يفعل؟ إذا جاء والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم ينحط للركوع، ينحني للركوع مع الإمام ولا يتأخر. نعم. أخيرا يسأل فضيلة الشيخ ويقول في سؤاله: ما الفرق بين الوضوء والاستنجاء، وهل هناك ما يسمى بتجديد الوضوء؟ نعم، الاستنجاء غسل القبول أو الدبر على أثر الخارج، غسل القبول أو الدبر على أثر الخارج لإزالة الأثر النجس، هذا هو الاستنجاء. أما الوضوء فهو غسل فروض الوضوء المعروفة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، و
مسح الرأس وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين، هذا هو الوضوء. وأما الوضوء تجديد الوضوء فيستحب لمن توضأ وضوءا وصلى فيه ثم أراد أن يصلي ثانية، استحب له أن يجدده، كما لو صلى الظهر بالوضوء ثم جاء وقت العصر وهو باق على الوضوء ولم ينتقل وضوءه فيجوز له أن يصلي العصر بوضوء الظهر أو أكثر من فرض، ولكن كونه يجدد الوضوء بالصلاة الأخرى أفضل. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب مشكورا على تساؤلاتكم العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله للشيخ.